كويس، وبعدين خلصناه ونقلنا على الموضوع اللي بعده، فهتحسوا ان هو مفكر لدرجه ان انا ما انتوا عارفين الطريقه بتاعتي ان دايما بحط التايتلز بتاعت بس يبقى في اربع مثلا اربع عناوين، لكن انا لقيت ان انا مثلا احط سبع عناوين، قلت لا خلاص بقى احنا نشرحهم ورا بعض، بس انتوا فاهمين ان الموضوعات هتبقى مفككه. اوكي، انا عايز اتكلم عن الخط المسوي كمدخل عشان قبل اتكلم عن الفيجوال فيه وغيره. فالخط المسوي بشكل مبسط يبدا طبعا بالفوتو ريسبتور اللي هي الرودز والكونز، وبعدين البايبولار سيل، وبعدين الجانجليون سيل. كمراجعة اللي فات اتفقنا ان اول التغيرات الكهربائية بتحصل هنا وبتحصل هنا، لكن اول اكشن بوتنشال بيبدا في الجانجليون سيل. الاكسونز بتاعت الجانجليون سيل هي اللي بتعمل اوبتيك نيرف، بتبدا تطلع من الجلوب. لما بتطلع من الجلوب دي نوز، دي رايت اي، دي ليفت اي. من ضمن الحاجات اللي انت تعملها دايما وانت بترسم في الاي، انك انت في اي حاجه تانية في الطب بترسم كانك بترسم العيان اللي قصادك. خلاص، يعني بترسم القلب هنا، الكبد هنا، القلب هنا، خلاص بتسلم على ايده اليمين هنا. اوكي، لكن في العين انت بترسم نفسك، بمعنى انا اهو ادي مراخيني، ادي الرايت اي، ادي الليفت اي، ادي التمبورال، وادي النيزل بتاع الدم، وادي النيزل، وادي التمبورال بتاعي. فاهمين يا ولاد؟ انا بتكلم بترسم نفسك. اوكي، فبالشكل ده هتلاقي ان ده اسمه الاوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف جاي من النيزل ريتنا والتمبورال ريتنا، وادي النيزل ريتنا، وادي التمبورال ريتنا، هما الاثنين بيروحوا الاوبتيك كيازما صدق، لكن اللي بيعمل ديكاستيشن النيزل فايبر. عشان كده الاوبتيك تراكت، الرايت اوبتيك تراكت مكون من التمبورال ريتنا بتاعت السيم سايت والنيزل ريتنا بتاعت الاوبوزيت سايت، بينما الاوبتيك نيرف الريتنا فايبر والتمبورال فايبر اوف ذا سيم سايت. فاهمين يا ولاد المنطق اللي بتكلم فيه؟ بعد كده بندخل في اللاترال جينوكيوليت بودي، واللاترال جينوكيوليت بودي جزء من الصمص. عشان كده المقوله المشهوره ان كل الاحاسيس بتاعتنا بتدخل الصمص ما عدا الاولفاكشن، لان الاولفاكشن ما بيدخلش الصمت. لكن ادي البصر راح لللاتر جينوكوليت بودي، يعني راح للصمت. لما بنوصل من اللاتر جينوكوليت بودي بنروح للكالكراين كورتكس. الكالكراين كورتكس ده عباره عن جزء من الاوكسيبتال لوب، جزء من الاوكسيبتال لوب. مش كل الاوكسيبتال لوب كالكراين، انما الجزء الكالكراين هو الجزء الذي يكون مخططا في الفريش سبيس. يعني لما تقتل واحد تروح مطلع دماغه وتبص على الاوكسيبتال كورتكس هتلاقي ان في حته تبدو مخططه وحته مش مخططه. الحته المخططه اسمها ايه؟ كالكراين، لان منظرها في العينات حديثه الوفاه تبدو كما لو كانت من الخارج مخططه. ده اللي اسمه الكالكراين كورتكس. هل كل الاوكسيبتال كورتكس كالكراين؟ لا. هل كل الفيجوال اريا اللي في دماغك كالكراين او حتى اوكسيبتال؟ لا. في فيجوال ارياس في دماغك مش موجوده في الاوكسيبتال لوب كله. خلاص معايا يا اولاد؟ طيب المسافه دي اللي هي ما بين الجينوكوليت بودي والكالكراين كورتكس، طبعا انتم متوقعين الاسم حاليا في النيورو اناتومي، جينوكوليتو كالكراين تراكت، جينوكوليتو كالكراين تراكت. تراكت طبعا لان الفايبرز ماشيه داخل السي ان اس، جينوكوليتو ده المبدا، كالكراين ده الاخر، فعشان كده التراكت ده اسمه ايه؟ جينوكوليتو كالكراين تراكت. اوكي؟ طيب تعالوا نبص بقى الفيجوال باسوي سمبليفايد. في الريتنا في الفوتوريسبتور والبايبولار سيل والجانجليون سيل. الاوبتيك نيرف ده عباره عن الاكسون اوف ذا جانجليون سيل، ودي بنعتبرها الفيرست اوردر نيرو. انتوا عارفين في السي ان اس في النيورو اي باسوي في فيرست اوردر، سكند اوردر، ثيرد اوردر، وهكذا. فبالنسبه لنا الفيرست اوردر في الاوبتيك باسوي او الفيجوال باسوي هو عباره عن الاكسون اوف جانجليون سيل. بنروح للاوبتيك كيازما يحصل الديكاستيشن بتاعت النيزال فايبر. ندخل في الاوبتيك تراك نلاقي نفسنا عباره عن التمبورال فايبر اوف ذا سيم سايد ريتنا والنيزال فايبر اوف ذا اوبزيت سايد ريتنا. ندخل الاوبتيك تراك بينتهي في اللاترال جينوكولوت بادي، وبالتالي الاكسون بتاعت الخلايا بتاعت اللاترال جينوكولوت بادي هي اللي بيطلع منها السكند اوردر نيرو. مش محتاج اقول لكم ان الاوبتيك باسوي قبل المرحله دي بيدي الفرده اللي بتعمل اللايت ريفلكس اللي هي بتروح للبريتكتال نيوكليار. كده اتخلق السكند اوردر نيرو.
يمشي في الجلوكوليت وكالكراين دراك عشان يوصل للوكسيبتا لوب. الاكسونز بتاعته دي هي الثيرد اوردر نيورون. ليه؟ لان هو هنا هيروح للبرايمري فيجوال اريا بعد كده زي اي سنسيشن. ادراك الاستيمولاي بيتم في برايمري فيجوال اريا، فهم الاستيمولاي بيجي في حته ثانيه. طيب ادي المنطق الثاني بس بشكل مختلف اهي اهي. نيجي بقى للجينوكوليتو كالكراين. الجينوكوليتو كالكراين تراك تخيلوا معايا يا اولاد ان انا جايب مثلا احزمه او اربطه من عندي هنا خلاص، وانتوا قاعدين كلكم في اخر مدرجين، فهنا فيه اللاترال جينوكوليت بادي دي حته صغيره ورايح للبرايمري فيجوال اريا دي حته واسعه، وبالتالي انا بتحرك من نقطه ضيقه لنقطه واسعه. عشان كده المسار ده في حته بنبقى احنا جنب بعض وفي حته بنبقى بعاد عن بعض، لدرجه ان الحته الواسعه اللي فيهم احيانا بيسموها الاوبتيك راديشن. الاوبتيك راديشن ليه؟ الفايبر جايه من حته ضيقه وجت على هناك فرشت وبقت بالمنظر ده، فبيبقى منظرها كما كانت اشعه الشمس، عشان كده سموها ايه؟ اوبتيك راديشن. ده احنا بنقوله ليه؟ لان لو فرضا وانت طالع من اللاترال جينيكولوت بودي ومعدي في الانترنال كبسول كل الفايبرز محشوره في الحته دي، يبقى خبطه في الحته دي ضيعت الاي دي كله. خلاص؟ اهو هي مش ضيعت الاي، هي ضيعت حته في الاي دي وحته في الاي. خلاص؟ بينما نفس حجم الخبطه في الحته اللي واسعه اللي هي الاوبتيك راديشن تلاقي الاثر بتاعها اقل ولا اكتر؟ تعالوا بقى نتكلم ادي اللي انا كنت بحكي فيه، ادي التمبرال ريتنا، ادي النيزر ريتنا، ادي النيزر ريتنا، ادي التمبرال ريتنا، ادي الرايت اي، ادي الليفت اي، ادي الاوبتيك نيرف، ادي الاوبتيك تراك، ادي اللاترال جينيكولوت بودي، ادي الاوبتيك راديشن، وادي الاوكسيبتال. خلاص؟ اطلعوا معايا لفوق بره الجسم البشري خالص، الفيجوال فيلد. ادي الفيجوال فيلد بتاع الرايت اي، ادي الفيجوال فيلد بتاع الليفت اي. الفيجوال فيلد بتاع الرايت اي او الليفت اي مقسوم اثنين، حاجه اسمها التمبورال فيلد وحاجه اسمها النيزر فيلد. فادي التمبورال فيلد وادي النيزر فيلد وادي النيزر فيلد وادي التمبورال فيلد، ده كلام تشريحي. تمبورال تمبورال نيزر نيزر. اوكي؟ خدوا بالكم عشان الريفراكشن بتاع شعاع الضوء، فان التمبورال فيلد بيتشاب النيزر ريتنا والنيزر فيلد بيتشاب التمبورال ريتنا. طيب في اسماء ثانيه بتتقال على الفيجوال فيلد؟ لو انا بتكلم يمين وشمال هنعتبر ان ده عشان كده بنقول تمبورال فيلد نيزر فيلد نيزر فيلد، فاهمين؟ لو انا بتكلم بقى انسوا خالص، عايز حد يساعدني تعالى. لا شو قلت له حد يساعدني بروح داخل الجو والله ما زيك تعالى. Thank you.
خلاص يا اولاد وضحت فهمتوا هنبدا بقى ايه نخبط البصوي ده في اماكن مختلفه ونشوف الارض المكان اللي هحط عليه المكنسه هو اللي انا خبطته يعني لما اروح احط المكنسه كده يبقى انا خبطت الاوبتيك نيرف لما هحط المكنسه كده يبقى انا خبطت الاوبتيك جهاز فاهمين الفكره؟ تعالى خليك هنا عشان تتفرج كملنا ازاي دي بقى تقدر اقول لك حاجه لو شايفها بصوا معايا يا انا هخبط عندي ايه؟ هل محتاج المكنسه ولا تقدروا تفهموا عن طريق الشرطه؟ الشرطه خلاص؟ انا هخبط الناحيه ايه؟ كسرت مين؟ كسرت الاوبتيك نيرف كله الاوبتيك نيرف كله يبقى خسرت الفيجوال فيلد بتاع الاي دي نفسها يعني خبطت الرايت اوبتيك نيرف يبقى خسرت الفيجوال فيلد بتاع الرايت اي كله خبطت الليفت اوبتيك نير يبقى خسرت الفيجوال فيلد بتاعت الليفت اي كل تمام هنا انا خبطت مين خلينا في الاي ليجن الاول اهي عشان كده بنسميه اوبتيك نير لوس بنسميه اوبتيك نير لوس كانت النتيجه الحتميه ان انا خسرت الكورسبوندنج اي فيجوال فيلد يعني ايه كورسبوندنج اي خبطت الرايت اوبتيك نير خسرت الرايت اي فيجوال فيلد معايا يا ولاد؟ لو انا خبطت الناحيه بي، بي يعني خبطت مين؟ يعني خبطت النيزر فايبر دي وخبطت النيزر فايبر دي لان انا خابط في الاوبتيك كيازما في اللحظه اللي حصل فيها في المكان اللي حصل فيه الديكاسيشن. تكون النتيجه ان انا خسرت النيزر الناحيه دي والنيزر الناحيه دي يبقى خسرت التمبورال فيلد هنا والتمبورال فيلد هنا. صح؟ تكون النتيجه ان المنظر ده بقى بالمنظر ده. عشان كده ده بنسميه ايه؟ باي نيزر فايبرز ات ذا اوبتيك كيازما بص تكون النتيجه تديني ايه؟ باي تمبرال هيتيرو هيمولوجيا ليه هيمي؟ هيمي يعني نص هيمي يعني نص لان الفيجوال فيلد في الاول كان كامل حاليا انا خسرت نص عشان كده سميناه هيمي ليه سميناه باي تمبرال؟ لانك خسرت التمبرال الناحيه دي والتمبرال الناحيه دي عشان كده سميناه ايه؟ باي تمبرال ليه سميناه هيتيرو؟ لانك خسرت اليمين من ناحيه والشمال من الناحيه الثانيه عشان كده سميناه ايه؟ هيتيرو. فهمتوا ليه سميناه هيمانوبيا؟ عرفتوا ليه سميناه باي تمبورال؟ وعرفتوا ليه سميناه هيتيرو. اوكي؟ في ليجن ثاني ما اخبيش عليكم اقرب ما يكون انه اكسبيرمنتال. اقرب ما يكون ان هو اكسبيرمنتال. هو انك انت شكرا ليك انت متعصب. انت موجود بغلط. ده اكسبيرمنتال اكتر ده اكسبيرمنتال اكتر انك انت تخبط الاوبتيك كيازما بالمنظر ده طبعا ده هايلي اكسبيرمنتال لان تخيل ليجن ربنا يخلقه لك من ناحيتين ويبدا ياكل الاوبتيك كيازما من بره متخيلين وما يجيش ناحيه الفايبر اللي في النص يبقى قتل مين؟ التمبورال فايبرز وسايب مين؟ النيزل عشان كده ده انا ما حبيتش اخبطكم بيه لكن انا حاطه كفكره. هنا انا قلت ايه؟ ها باي تمبورا فايبرز ات ذا اوبتيك كيازما لص يعني انا هنا بس ما كتبتش كلمه لص يعني انا خسرت بس الباي تمبورا فايبرز اللي عن الاوبتيك كيازما تكون النتيجه ان هيحصل ايه؟ باي نيزل هيترونوس هيمانوبي باي نيزل لان ادي النيزل هنا وادي النيزل هنا هيمي لان كان 100% واصبحنا 50 هيتيرو لان خد يمين من ناحيه خد شمال من ناحيه ويمين من ناحيه عرفتوا لسه من ناحيه هيتيرو تعالى بقى في السيليجا اخبط خبطت الحته دي انت واخد حاليا مثلا رحت كراكت بتاعت الناحيه دي رحت خسران مين النيزل فايبر دي والتمبورال فايبر دي يعني خسرت مين التمبورال فيلد هنا وخسرت مين النيزل فيلد هنا خدتوا بالكم ايه اللي حصل؟ هي هيمانوبيا هيمانوبيا بس ايه سميناها ايه؟ رايت لانك خدت الرايت فيجوال فيلد ده والرايت فيجوال فيلد خلاص؟ لقطوها ولا لا؟ خدتوا بالكم ان انا خابط مين؟ الليفت اوبتيك تراكت يبقى الليفت اوبتيك تراكت ليجن هيعمل ايه؟ رايت كومونوماس كومونوماس
فهمتوا؟ انا كل اللي يهمني بس افهمكم يعني كلمه هيمنوبيا سهله، يعني خسرت 50% من الدوله اوكي، لكن فكره هومونوموس وهيترونوموس خلاص. هيترونوموس دي جايه على اساس انك واخد يمين وشمال او شمال، المهم مش الاثنين يمين او الاثنين شمال اوكي. طيب بصوا معايا بقى، ايه الفرق ما بين الدي ليجن وما بين السي ليجن؟ قاعد خدوا بالك، ده قبل اللاترال جينيكوليت بودي وده بعد اللاترال جينيكوليت بودي، لكن لو خدتوا بالكم هما نفس الفايت، بس ده قبل البيوبيلر ريفلكس وده بعد. بس النوع ده من الاصابات عشان تقدر تميزه بجد لازم تبقى ذكي قوي وانت بتحط الضوء في عين العيان، عشان بجد بجد تعمل الضوء في عين العيان مرتين، مره وانت حاطه على النيزر ريتنا ومره وانت حاطه على مين؟ على التمبورال ريتنا. ليه؟ لان وجود الاوبتيك كاسم هيلخبطك في الحاله دي. عشان كده فاكرين الرسمه اللي انا اديتها لكم قلت لكم هتحكوا عليها، عشان اشيل المعضله دي قلت لك ايه؟ تخيل ان مفيش اوبتيك كاسم. اوكي؟ في واقع الامر ان السي ليجن والدي ليجن تقريبا شبه بعض. بس الفرق ان الفيوبيلر ريفلكس محتاج ان الدكتور يختبره بذكاء عشان يقدر يميز فين الفايبرز اللي في كل اي اللي لو الضوء وقع عليها ما بيعملش دايركت لايت ريفلكس. معايا ده؟ طيب لو وصلنا بقى للكورتكس، هل هنحصل على نفس المنظر زي السي ولا هناخد حاجه ثانيه؟ بصوا معايا تعالوا نشوف سي عملت ايه. رايت هومونوموس هيمانوبيا، شايفين المنطقه دي؟ النص ده بالكامل مظلم، يعني حتى الجزء المركزي اللي هو الماكيولا مش موجود، الجزء اللي هو الماكيولا مش موجود كله راح، لكن لما اخبطك في الاوكسيبتال كورتكس لا مش في دي، ده دي هنا في النص لسه ما وصلناش اللي هو سميته الاي ليجن. ايه اللي حصل؟ برضه ليجن في الليفت اوكسيبتال كورتكس هيديني رايت هومونوموس هيمانوبيا، لكن هل الماكيولا راحت ولا حافظنا عليها؟ حافظنا عليها. ليه الماكيولا بتفضل لما اخبط الاوكسيبتال كورتكس؟ لان ببساطه البرزنتيشن بتاع الماكيولا في الكورتكس كبير، فعشان يجي ليجن في الكورتكس يضيع الماكيولا يبقى لازم الليجن ده في الاوكسيبتال كورتكس يبقى ضخم. عاده الليجن اللي بتيجي في الاوكسيبتال كورتكس بتبقى صغيره، فعشان كده الماكيولا بتتساب. فاهمين يا ولاد؟ البرزنتيشن بتاع الماكيولا بتاعتنا في الكورتكس كبير جدا، علشان كده عشان الماكيولا تطير يبقى لازم الخبطه اللي في الكورتكس تبقى خبطه كبيره. عاده انا بتكلم احصاء، عاده الخبطات اللي في الكورتكس الاوكسيبتال كورتكس بتبقى صغيره، فعشان كده ممكن تطير حاجات كتير لكن الماكيولا تتساب. هوريها لكم دلوقتي. ده الفيجوال باسوي بتاعنا. الفيجوال باسوي بتاعنا المنظر ده عباره عن ايه؟ عباره انك انت واخد ترانزفيرس سيكشن بالمنظر ده. خلاص؟ انت واخد ترانزفيرس سيكشن بالشكل ده وباصص من فوق. متخيلين؟ فيعني ده معنى كده ان ده الرايت كورتكس وده الليفت كورتكس وده الاوتر سايد وده انتيريور وده بوستيريور وده ميد لاين. اوكي؟ خدتوا بالكم ان حاليا الفيجوال اريا موجوده فين في الاوكسيبتال كورتكس؟ من بره ولا من جوه؟ من جوه. علشان كده انا حاليا هكلمكم عن الفيجوال كورتكس، البرايمري فيجوال كورتكس او بنسميها الفيجوال سنسوري اريا، الفيجوال سنسوري اريا او بنسميها اريا 17 ببرودمن، انتوا عارفين التقسيمه بتاعت برودمن، يبقى المنطقه اللي هكلمكم عنها ليها كم اسم؟ كذا اسم، اما استرايت، الاسم الاصلي ليها استرايت كورتكس لانها مخططه حلوه قوي، او فيجوال سنسوري اريا او برايمري فيجوال اريا او اريا 17. دي موجوده فين؟ دي انت تتخيلها ازاي؟ اللي هي 17. انا هنا راسم لكم مين؟ تخيل ان انا بالظبط رحت انت شائق هنا كده بالمنظر ده والجزء ده رميته، يبقى انت باصص على مين؟ على الليفت كورتكس بتاعك. من فين؟ من عند الميدلاين او ميديم. لاحظين يا ولاد الرسمه دي عباره عن ايه؟ انت باصص على الليفت كورتكس بتاعي بعد ما احنا شلنا الرايت كورتكس كله، فانت باصص من الميدلاين او ميديم. اوكي؟ هنا الاوتر. اوكي؟ تكون النتيجه الحتميه ادي
اريا 17 ادي اريا 17 شايف الاي بتاعتنا حجمها كبير صح الماكرو حجمها صغير شوفوا بقى البرزنتيشن شايفين الماكرو واخده قد ايه شوفوا الماكرو حجمها قد ايه وواخده في الكورتكس بتاعك قد ايه عشان كده بقول لكم ان الماكرو البرزنتيشن بتاعها كبير الجزء الازرق ده عباره عن مين ده الانترميديت الجزء اللي هو اللون ده اسمه ايه ده اسمه البريفرال خلاص خدتوا بالكم برغم ان فيزيائيا الماكرو نفسها قد ايه صغيره جدا لكن البرزنتيشن بتاعها في الكورتكس اوكي انا بقول كده ليه طيب وليه كنا متوقعين ان الماكرو البرزنتيشن بتاعها يبقى لان الماكرو فيها كونز والكونز ما بتعملش كونفرجنس وبالتالي يبقى كل كون هيطلع منه اكسون هيوصل فين للكورتكس كما لو كان خليه الخليه بينما بره الماكولا ممكن يبقوا 20 30 رود جايين على وان جانجليون سيل و40 جانجليون سيل جايين على سنجل لاترال جينيكوليت بودي سيل عشان كده ادراكنا للتفاصيل احسن فين في الماكولا تلاطين الفكره 1 تو 1 سينابس ايه 1 تو 1 سينابس 1 تو 1 سينابس اوكي بصوا معايا كده يا اولاد شايفين ليشن زي ده عمل ايه شايفين حجم المربع ده قد ايه خد مين تقريبا خد كل البريفرال والانترميديت لكن عامل ماكولار سبيرنج عامل ماكولار سبيرنج اصابه في الليفت كورتكس يبقى مين اللي راح رايت هومونوموس هيمانوبيا رايت هومونوموس هيمانوبيا ويز ماكولار سبيرنج طبعا احصائيا ممكن يبقى حاجه زي يبقى اصابه في الاكسبتر كورتكس وما فيش فيها ايه ماكيولا سبيرنج لان الاصابه مالها اكستنسيف وشالت في وشها البرزنتيشن بتاع الماكيولا مقطوعه كده فهمت الفرق طيب تعالوا بقى نتكلم على الفانكشن بتاعت الاصابه زيها زي اي برايمري سنسوري تدرك الاستيمولاي اذا ما تعرف يس اور نو تعمل برسبشن اوف لايت تقدر تعمل برسبشن اوف كلر تعمل برسبشن اوف شيبس لكن ما تقدرش تحدد النيم بتاعه يعني ايه تقدر تقول ان ده شكل وده شكل لكن عشان تعرف ان ده مربع او ده مدور لا لكن تقدر تقول لك ان ده وده حاجتين مختلفين لكن يطلعوا ايه دي مش وظيفتك فاهمين الفرق يعني انت ممكن يبقى قدامك حاجتين وانت تقول هما حاجتين بس ايه دي مش وظيفه اريا 17 لكن اريا 17 تقدر تقول لك ان هما طبعا بيحصل فيها الوظيفه المهمه اللي هي الفيوجن اوف ايمجز يعني ان التو ايمجز فروم التو ريتنا بيدوا حاجه واحده ما انتوا عارفين انا لما ابص في اي حد فيكم بيبقى له صورتين عندي صح؟ لازم الصورتين دول يحصل لهم عمليه فيوجن والا تكون النتيجه الحتميه انك انت في الفراغ نقطه واحده لكن بالنسبه لي تعتبر نقطتين عمليه الفيوجن دي بتحصل فين؟ في اريا 17 في اريا 17 وانا بعد شويه هفهمكم يعني ايه الكورسبوندنت كويس طيب هل الفيجوال كورتكس بتاعي عباره عن اريا 17 وبس ولا لا؟ في اريا تاني اسمها اريا 18 واريا ثالثه اسمها 19 دي بنسميها الفيجوال كورتكس سكندري فيجوال كورتكس او الفيجوال سايدي او الاكسترا ستريت خدتوا بالكم من الاسماء؟ هي اريا 17 18 و19 ده التقسيمه بتاعت اكسترا سترايت ليه؟ لان المنطقه دي في الاوكسبتال لوب لكنها مش مخططه. ليه سميناها فيجوال سايكل؟ لانها معنيه بادراك الستيمولس ولا فهم مغزاه؟ فهم المغزى. عشان كده سميناها ايه؟ فيجوال سايكل. ايه وظائفها؟ اهي دي بتعمل اندرستاندنج للميننج اوف ذا فيجوال ستيمولس. بتعمل كورليشن ما بين الاوبجكت والكلر بتاعه. يعني كلنا بنقول ان اللبن ابيض السماء زرقاء والشمس صفراء والغيطان خضراء المنطق ده الربطه دي مين بيعملها لنا؟ اريا 18 خلاص فاهمين يا اولاد؟ الربطه دي من غيرها فكره انك تربط شيء بلونه ما بيحصلش برغم انك عارف الشيء ده وعارف اللون ده لكن اللينك ده ما بيحصلش معايا؟ طبعا هي مسؤوله عن الديبس بيرسبشن والستيريوسكوبيك فيجن
انا لسه ما كلمتكمش يعني ايه بالديبس بيرسبشن ويعني ستيبسكوبي، بس هفهمه لكم في بعد شهر. اوكي، لكن هي مسؤوله عن ما يسمى ايه الديبس بيرسبشن والستيبسكوبي. خلي الكلمتين دول شويه لغايه ما انا اقول لكم يعني ايه كلمه ديبس بيرسبشن ويعني ايه كلمه ستيبسكوبي. ودي وظيفه اريا مش الاريا 17، دي وظيفه الفيجوال سايكل، دي وظيفه الفيجوال سايكل. تعالوا بقى نتكلم على الفيجوال. انتوا درستوه في العملي؟ درستوا الفيجوال فيلد في العملي؟ الاداه اللي بنستخدمها في قياس الفيجوال فيلد اسمها ايه؟ بيري ميتر. والتكنيك نفسه اسمه ايه؟ بيري ميتر. خلاص؟ يبقى الاداه اسمها بيري ميتر، لكن التكنيك اسمه بيري ميتر. طبعا تطوريا البشر خدوا خطوات كبيره في الاختبار في ازاي يقيسوا الفيجوال. بدايه من الطريقه العبيطه اللي هي الكونفرونتيشن ميثود، ان انا والمريض نقعد قصاد بعض واطلع صباعي من تحت ومن فوق، ولو انا شفته قبله يبقى هو ديفكتف. طب ما انا ممكن تحل الاعمى. القصه الظريفه تمام. طبعا بتطور العلم الجزء ده حكايه انك انت تحط الدكتور كستاندرد مشكلته، طب ما الدكتور ممكن يبقى هو اللي فيه المشكله. خلاص، فالعلم بدا يتطور. يتطور ازاي؟ بطريقه مختلفه. مره كانوا عملوا ايه؟ انك انت تقعد العيان قصاد شاشه بيضاء زي دي، وتبدا تختبر الفيجوال. البريكوشن طبعا بتقياس الفيجوال فيلد لازم الدماغ تبقى ثابته. ليه؟ لو انت بتختبر الفيجوال فيلد والدماغ بتتحرك يبقى كل العالم الخارجي يعتبر بالنسبه لك فيجوال فيلد. هو ايه تعريف الفيجوال فيلد بالمناسبه؟ البارت اوف اكسترنال وورلد، جزء من العالم الخارجي. ذات كان بي سين. Why? Head is fixed, eye is fixed. ليه؟ لأنك ببساطة لو أنت بعينك الاثنين يبقى المقاس كبير. لو أنت بعين واحدة وعمال العين تروح ويمين شمال يبقى المقاس كبير. لو أنت حركت دماغك يبقى كأن كل العالم أصبح بالنسبة لك فيجوال فيلد. عشان كده البريكوشن It's a part of the external world seen by single eye. Why? ها؟ Head is fixed, eye is fixed. اوكي؟ فبقول لكم انتوا شفتوا اتعلمتوا اولكم الكونفرونتيشن صح؟ اللي هي فكره الدكتور والمريض قصاد بعض. بعد كده قال لك طيب ما الدكتور وحش، تعالى نعمل حاجه ثاني. فبداوا يقعدوا العيان بالمنظر ده، بيجيبوا شبكه قصاده بيضاء، ويبدا الدكتور يبدا يحط له بالاشاره دي زي كده، حاجه زي كده. ويقول له والله استخدم ايدك عشان تحط الضوء ده على الضوء ده. يعني انا حاطط ضوء احمر على الشاشه دي، وهو لو شافه بايده يحط ضوء اخضر. فبالتاكيد يبقى هو لو شاف يبقى الجزء ده جزء من الفيجوال فيلد بالنسبه له. المشكله ان اولا انت هنا مش قادر تتابع عين العيان، لازم العين تبقى فيكس. الشيء الثاني فرضا ان هو مشلول، فرضا عنده باركنسونيز، ازاي هيحط الضوء على الضوء؟ خلاص، فبدا العين ياخد خطوه لقدام. في النهاية خالص وصل الأمر إن أنا بحط العيان بثبت دقنه، يبقى أنا كده ثبت دماغه، وبعرض عليه نقط ضوء على شاشة، وبقول له خلي عينك تمشي مع الضوء الأحمر. يعني في ضوء أحمر كده عمال يتحرك على الشاشة، وبقول له إيه؟ حرك عينك مع الضوء الأحمر. يبقى العين بتتحرك مع مين؟ مع الضوء الأحمر. وعينه بتتحرك مع الضوء الاحمر، اروح انا منور له ضوء اخضر مثلا، واقول له والله لو شفت الضوء الاخضر دوسه كده. طيب تقول لي طب ما هو بيحرك عينه. بس الميزه في الاسلوب ده اني انا اثناء الاختبار ده اروح منور له الضوء الاخضر في نقطه مثلا معينه، لو شافه يدوس. اثناء الاختبار الجهاز اوتوماتيكيا بيروح ده حاطط له الضوء الاخضر في البلايند سبوت بتاعته. انتوا عارفين البلايند سبوت؟ اللي هي النقطة العمياء. الجهاز بيحسب إذا كنت مركز مع النقطة الحمراء صح وبتحرك عينك، فالمفروض عايز حد يمسك دي كده. حط الضوء الأحمر في نقطة. في أي نقطة؟ الجهاز بيحسب لما انت
بتبقى الفوبيا بتاعتك هنا فان البلايند سبوت بتاعتك وتكون في دوت طريق. فاثناء الاختبار يروح الجهاز المصنع عامل لك ايه؟ من هو حاطط لك الضوء الاخضر فين؟ هنا. يبقى لو ساعدتك في اللحظه دي قلت شايف يبقى انت بتعمل ايه بعينك؟ بتحركها بعيد عن اللي انا قلته. فاهمين الفكره؟ فهمتوا الفكره؟ انا كل الفكره انا كنت عايز اثبت عينك عشان اقيس حاجه، صح؟ انا عايز اتاكد ان عينك ماشيه زي ما انا عايز. هو حط الضوء هنا. هنفترض ان المسافة اللي ما بين المسافة اللي ما بين البلايند سبوت والفوبيا بتاعتك زي كده، اوكي؟ فانت حاليا عينك بتتحرك فين؟ مع الضوء الاحمر. انا بنور لك الضوء الاخضر في اي حته غير النقطه دي. فيبقى معنى كده انك انت عينك ماشيه مع مين؟ مع الضوء الاحمر، صح؟ ومثبتها على مين؟ على الضوء الاحمر. طول ما انا بحط لك نقط بعيده عن النقطه السوداء دي المفروض انها تشوفها لو انت سليم، لكن لما احط لك ضوء اخضر في المنطقه دي يبقى معنى كده ايه؟ ان عينك ثابته مع الضوء الاحمر ولا بتلف؟ كده يبقى هتقيسك لو انت فاهمين الفكره؟ فاهمين الفكره؟ طبعا دي الاجهزه الحديثه. خلاص؟ في ميزه ثاني في الاجهزه دي ايه؟ ان زمان هو ده كفر ايه؟ زمان كانت الفكره نعم ام لا، يرى او لا يرى، صح؟ لكن حاليا انا ممكن ازود لك شده الاستضاءه، يعني احط لك ضوء اقوى، يمكن تكون انت ما بتشوفش بالشده دي، بس لو حطيت لك شده اكتر تشوف. خلاص؟ فاهمين الفكره؟ فهمتوا الفكره؟ بالطريقه دي انا اقدر اختبر كل عين على معايا؟ كما تفضل. تعالوا بقى نتكلم، عرفنا ايه هو الديفينيشن بتاع الريكويرمنت؟ ايتش اي سيبريت يعني كفر اند تيست الاي، هيد از فيكسد، اي از فيكسد، ولازم يبقى في جود كونتراست بين التيست ستيمولاي والباك جراوند. يعني هل كان ينفع مثلا ان الشاشه دي تبقى حمراء وانا استخدم ضوء احمر؟ بالتاكيد لا. هبعت لكم الفيديو تتفرجوا عليه على البريم. الفيديو اللي بعته لكم عن الريسبونس شفتوه؟ حد شافه؟ عندكم مشكله. تعالوا بقى نتكلم على الفيجوال فيلد اللي الناس بتشوفه. بصوا يا اولاد، ده عباره عن ارض، ده فكره بسيطه قوي. انا بجيب البني ادم بالمنظر ده بخليه يعمل فيكسيشن على نقطه، ده جهاز قديم، اوكي؟ خدتوا بالك ان عينه ايه؟ بص على عين الست ثابته. واثناء الاختبار ببدا، خدتوا بالك ان عينها لسه مين؟ ثابته. لكن النقطه اللي انا بختبرها لها بحط لها فين؟ كده يبقى انا هنا ضامن انها ايه؟ فيكسد هيد، فيكسد اي. العيب هنا ايه؟ انا جبت لكم اخر حاجه. العيب في الطريقه دي انك هل تقدر تزود شده الاستضاءه؟ هل تقدر تختبر نفس النقطه اكتر من مره عشان تتاكد ان العيان ما بيستهلكش؟ خلاص. بس المشكله طبعا ان ده جهاز حواليكم بشكل معقد جدا. احنا كان عندنا واحد في سوهاج من 15 سنه كان ب 54 الف. ليه 6 سنين عقار مش عارفين يصلي. في الاخر الفيجوال فيلد بيترسم بالمنظر. طبعا ده ناحيه الحاجب بتاعك، ده ناحيه مناخينك، وده ناحيه الجيب. منظر الفيجوال فيلد بيتحسب ازاي؟ او القياسات دي بتتحسب ازاي؟ بص معايا بقى. الهيد ثابته، الاي ثابته، البيوبل ثابت. انا اعتبر ان الخط ده هو خط الصفر. خط الصفر. النقطه اللي انت شفتها هنا الزاويه دي يعني. فاهمين الفكره؟ فاقدر اقول والله ان اخرك هنا 45، اخرك هنا 110، اخرك هنا. فاهمين الفكره؟ لازم طبعا الازر لايت يبقى ايه؟ كلوز. هتلاحظوا دايما من المنظر ان الفيجوال فيلد بتاع كل اي دايما وابدا مفتوح فين؟ لا، لان مفيش اناتوميكال بارير، مفيش اناتوميكال بارير. لكن هنا انت في عندك اناتوميكال بارير اللي هو البريدج اوف ذا نوز او الشيك او البراو، خلاص؟ لكن لاترالي انت مفتوح.
ده هو الفيجوال فيل. طيب خدتوا بالكم من النقطه دي؟ يعني ده سواد يعني مش شايف، وده نورمال صح؟ امال السودا دي عباره عن ايه؟ تمثل البلايند، البلايند اوكي. ولو خدتوا بالكم عشان الاوبتيك ديسك يعتبر نازل بالنسبه للفوبيا، انا قلت ايه؟ نازل بالنسبه للفوبيا، تكون النتيجه ان البلايند سبوت ايه؟ تمبر. احنا قلنا ان الحاجات بتاكت، فعشان الاوبتيك ديسك نازل بالنسبه للفوبيا البلايند سبوت مالها تمبر. طيب اهي ادي نازل ادي تمبر. انا هنا بتكلم على مين؟ الفيجوال فيلد اوف ذا ايه؟ رايت اي، عشان كده قلنا ان ده رايت هاف وده الليفت هاف. الجزء المركزي ده بنسميه سنترال فيجوال فيلد، الجزء المركزي بنسميه ايه؟ السنترال فيجوال فيلد، والباقي ده بنسميه ايه؟ البريفرال. يبقى الفيجوال فيلد في منه سنترال بارك وبريفرال بارك. اوكي؟ ادي الجهاز اللي بره. شايفين؟ العيان دقنه ثابتة، ادي الزرار اللي بيقيس بيدوس عليه لما الجهاز ينور له حاجة يروح هو دايس، يبقى معنى كده ان هو شاف النقطة. خلاص؟ لو الجهاز راح مستحمره وراح حاطط له النقطة في البلايند سبوت وراح هو قايل شفت، يبقى الراجل ده بيسمع الكلام ولا عمال يحرك عينيه؟ عمال يحرك عينيه مع النقطة الحمراء ولا بعيد عن النقطة الحمراء؟ بعيد عن النقطة الحمراء. وفي الحالة دي أفقس إن العيان فهمتوني؟ ده هو القيم بتاعت اللايت اي. هو هنا بقى بنتكلم على ابنورمالز. يعني ايه كلمه لوكاليزد سكوتوما؟ حاجه زي كده. انا قبل كده كنت بكلمكم على ايه؟ هومونوماس هومونوبيا هترونوماس، يعني انصاص كامله راحت نيزل او تمبورال رايت او ليفت. لكن في حاجه اسمها سكوتوما. يعني ايه سكوتوما؟ شايفين المنظر؟ يعني لوكاليزد، حته لوكاليزد مضمومه دي اسمها ايه؟ سكوتوما. السكوتوما لا تنفع لا تبقى على نص ولا ربع ولا تمبرال ولا نزل، انما حته صغيره، حته صغيره. طبعا ممكن الواحد يبقى حظه كويس يبقى عنده سكوتوما في حته او يبقى عنده مالتيبل سكوتوما. معايا يا اولاد؟ عرفتوا يعني كلمه سكوتوما؟ يبقى سكوتوما عباره عن ايه؟ لوكاليزد ديفكت ان ذا فيجوال فيلد. خلاص؟ بس بشرط انه ما نقدرش نصنفه زي ما كنا بنصنف قبل كده اللي هي ايه؟ هيمي او بيتيرو يمين ولا شمال، انما حته كده صغيره طافت. دي بنسميها ايه؟ سكوتوما. تعالوا بقى نتكلم على البايلوكولار. انا كده خلصت الفيجوال. عرفت بقول لكم ايه؟ الموضوع ايه؟ فتافيت فتافيت فتافيت. فبيتكلم سنجل لاتر للكيلوت بودي سيل، فبيتكلم اوكسبتال سيل، وبالتالي يبقى العدد الكبير ده كله من الكونز لازم الاقي عدد زيه في الاوكسبتال كورتكس. لكن الرودز ممكن يبقى 120 مليون، بس في النهايه ممكن الاقي 20 رود بيكلموا جانجليون سيل و20 جانجليون سيل بيتكلموا، فهمتني؟ وبالتالي الماكيولار برزنتيشن بتاعها كبير. ليه؟ لان مفيش فيه كونفرجنس من عند الكونز ولغايه هناك. نفس المنطق بتاع السنسوري، المناطق اللي فيها تاكتايل ديسكريميشن عالي هتلاحظ ان البرزنتيشن بتاعها في الكورتكس واسع. بصوا يا اولاد، تعالوا نتكلم على البايلوكولار. يعني ايه بايلوكولار؟ ربنا خلقني تو ايز. امين. التو ايز دول كل واحده فيهم ليها فيجوال فيلد. امين. كل فيجوال فيلد فيه سنترال بارت وبريفرال بارت. امين. لكن في النهايه هما مش منفصلين تماما زي بعض. في كائنات عندها تو فيجوال فيلد توتالي سيبر زي التفاضل. خلاص؟
زي الضفادع. ده مش بس كده، ده الضفدع عندها القدرة انها تحط لك عين قدام وعين ورا خلاص، لكن احنا طبعا ما عندناش القدرة دي، يعني انا ماشية مع بعض. اوكي، ايه الميزة اللي ربنا خلقني two eyes to two visual fields؟ اول حاجة المنطق البسيط ان بقى عندي larger visual field، كان عندي visual field قد كده وvisual field قد كده، فالاتنين مع بعض يغطوا لي مساحة دي واحد. اتنين، ان في المنطقة اللي فيها الاوفرلاب ما بين الاتنين لما تحصل مشكله في الاي في الحته دي الثانيه تغطي، لما يحصل ويكنس الثانيه تغطيها. طبعا ده مش هيبقى صادق لو الخطه جت في الجزء اللي مفيش فيه اوفر لا معاك. ثلاثه، ان في بعض الخصائص في الفيجن احسن لما تستخدم عينيك الاثنين زي ما قلنا على الفيجوال اكل. صحيح احنا بنختبرها اي اي، لكن انت في العالم الخارجي لما بطلب منك انك انت تقول لي اذا كان دول حاجتين ولا حاجه، هل بتقفل عين ولا بتستخدم عينيك الاثنين؟ فاهمين الفكره؟ يبقى ايه ميزه ان ربنا خلقني تو ايز لارجر توتال فيجوال فيلد؟ ان الجزء اللي فيه اوفرلاب لو في مشكله في عين الثاني بيغطيه، ان بعض خصائص الفيجن افضل باستخدام العين. دي المزايا. العيوب، ان باعتبار ان فيه في اوفرلاب يبقى الجسم في العالم الخارجي ليه صورتين، فلو حصل ان الصورتين دول مخ ما عرفش يطبقهم في بعض انا هحس ان الكائن ده بالنسبه لي كان عجب. فهمت الفكره؟ علشان كده عشان تحقق اكبر فايده من التو ايز تتوقع التو ايز حركتهم يبقى اخبار ايه؟ متناسقه مع بعض. اثنين، التو ريتنا لازم يبقوا ايدنتيكال وفي بينهم حاجه اسمها كورسبوندنج بوينت. يعني ايه كورسبوندنج بوينت؟ ان الايمج بتاعتك الكائن ده في الفراغ حاجه واحده، جات له ايمج على النقطه دي تيجي ايمج زيها بالظبط على نقطه كورسبوندنج عشان المخ يقدر يركب الاثنين على بعض. عارفين ده معناه ايه؟ ان لازم درجه صفاء اللينس دي واللينس دي يبقوا زي بعض، لان لو واحده فيهم صافيه والثانيه مش صافيه هتبقى في صوره صافيه وصوره مش صافيه، مش هعرف اعمل لهم فيوجن. ان الكالر فيجن في العين دي والعين دي يبقوا زي بعض. مش بس كده، وضعية العين دي في المحجر ده تبقى مشابهة لوضعية العين دي في المحجر ده. ليه؟ لو التو بوينتس دول جوه الريتنا زي بعض أو كورسبوند، بس الأي نفسها أنت واخدها بعيد شوية، هتكون النتيجة إن الصورة هتبقى ديبلوجي. هوريها لكم عشان تفتحوا. أنتوا كلكم شايفيني كام حاجة؟ حاجة واحدة. أيوه. ده لأن الإيمج بتاعتي وقع عندكم على تو كورسبوندنج بوينتس. والتو ايز بتوعكم متسنترين صح جوه جمجمتكم. انا عايز منكم ببساطه بس بهدوء ان كل واحد فيكم بصباعه ده في نفسه مش على حد تاني يروح حاطط ايده على عينه ويزقها لجوه بهدوء لا تفقع عينه. دوس على عينك شويه. شايفيني كام حاجه؟ ايه اللي حصل؟ ان كان وانا في الوضع الطبيعي التو كورسبوندنج بوينت بتاعتي صح، فعشان كده شفتوني حاجه واحده. لما رحت انت ضاغط على عينك رحت مشفت عين، فكانت النتيجه انه ما بقوش تو كورسبوندنج بوينت، فما يعرفش يحصل لهم فيوجن. لو انت دايس بخفه وخايف على عينك قوي مش هتعرف. لا دوس بس بالراحه برضه خلاص. كم واحد نجح معاه وشافها؟ لقطوها. اللي شافها يعلم اللي ما شافهاش، بس يعلمه بصباعه احسن. خلاص يبقى تعال نتكلم في البينوكولار فيجن. ايه الديسابيلتي؟ ها اوف ذا تو ايز تو فوكس اون وان اوبجكت اند سي اس وان اوبجكت. دي هو هنا بيتكلم على التوتال ولا على الجزء اللي فيه الاوفر لاب؟ الجزء اللي هو فيه اوفر لاب. لكن بالتاكيد لو انا عندي فيجوال فيلد كده وفيجوال فيلد كده وانت بتتكلم عن نقطه بريفرال قوي بالتاكيد في عين هتشوفها وعين ما تشوفهاش، لكن عشان الجسم يبقى له صوره واحده بالرغم انه واقع في التو ريتنا يبقى لازم جاي في الجزء اللي انهي جزء في الريتنا انهي جزء في الفيجوال فيلد الجزء اللي فيه اوفر لا. حد معاك بسطين يا ولاد او كتابين شبه بعض؟ شبه بعض. حد كتابين اي كتابين متماثلين؟
one visual field ادي one visual field. الجزء اللي انا بتكلم عنه هو الجزء اللي فيه الاوفرلاب. اي نقطه هتيجي في النص هنا المفروض انها تتشاف حاجه واحده. لكن طبيعي جدا لو حاجه جت بريفرال هنا او بريفرال هنا ان انا اشوفها بعين واحده. وهل هيبقى في منها البلوجيا؟ لا، لان اساسا ملهاش صورتين، هي ليها صوره واحده. لطيف. طيب الادفانتج بتاعت البايونوكولر فيجن، اول حاجه انها بتخلي الاستيريوسكوبيك فيجن احسن. الاستيريوسكوبيك فيجن معناها 3 دي فيجن، ودي هشرحها لكم بعد شويه. انها بتحسن الدبس بيرسبشن. خلاص؟ الاستيريوسكوبيك فيجن بهدوء وبعدين اشرحها. قدرتك انك لما تبص على الشيء تدرك انه ثلاثي الابعاد مش صوره ثنائيه الابعاد. يعني من خلال عينيكم الاثنين انتوا وانتوا باصين لي انتوا متاكدين ان قدامكم الدكتور حسن ثلاثي الابعاد مش صوره الدكتور حسن بالحجم الكبير. فاهمين الفرق؟ دي صعب جدا تعملها. طبعا هي ممكن ادراكها بعين واحده لكن ممكن تتلخبط فيها، لكن هي افضل ما يمكن بعينين. بالنسبه للديبس بيرسبشن، الديبس بيرسبشن هو قدرتك على تحديد المسافه بينك ما بين الجسم اللي قصادك. دي بتبقى احسن لما يبقى الجسم اللي قصادك واقع في الحته اللي فيها الاوفر لا، لكن بعين واحده ينفع بس برضه بتبقى ممكن تتلخبط. يبقى كلمه ديبس بيرسبشن خد بالكم ان في حاجه اسمها الديبس فوكس، دي ما بتكلمش عنها. انا بتكلم الديبس بيرسبشن قدرتك انك تحدد المسافه اللي ما بينك ما بين الجسم اللي قصادك في الفراغ، دي بنسميه الدبس بيرسبشن. الاليه دي افضل ما يمكن باستخدام العينين الاثنين. بعين واحده ممكن بس بتتلخبط فيها، وهوريكم مثال. خلاص؟ انا عايز كل واحد فيكم يقفل عين من عينيه. اقفل ويمد ايده ناحيتي. كده. لما انت تمد ايدك ناحيتي وانت قافل عين من عينيه، بيهيأ لك انك انت لو قفلت صوابعك هتقفل عليا. افتح عينك التانية هتحس ان الفكرة في منتهى الغباء. فهمت الفكرة؟ بعين واحدة يهيأ اليك انك انت ايه؟ اللي انت شايفه ده ايه؟ ده في قبضة ايد. ده فين؟ ده في قبضة ايد. ده انا لو قفلت ايدي عليه هجيب. خلاص؟ افتح عينك التانية. فهمت الفكرة؟ طبعا لارج جوتال فيجوال فيلد، لارج جوتال فيجوال فيلد، فيجوال فيلد طبعا كبير. طبعا في ماسكر طبعا الريكويرمنت اللي انا قلتها لكم ان لازم التو ايز يبقوا هيلسي في كل حاجه. اللينس هيلسي، الفيجوال الهيومر الاكواس هيومر هيلسي، الرودز والكونز هيلسي، الريتنا هيلسي. كل ده عشان في النهايه الصورتين اللي طالعين منك يبقوا ايه؟ شبه بعض. فتيجي اريا 17 وتعمل لهم فيوجن فتكون النتيجه ان سعادتك تفضل حاجه عامه. ادي الجزء اللي بتكلم عليه، ده الجزء اللي بيحصل فيه ايه؟ اوفر. هراجع بسرعه. لو نقطه في الفراغ في هنا تتشاف ولا ما تتشافش؟ تتشاف. بانهي فيجوال فيه؟ الليفت فيجوال فيه. عندها كام ايمج عندك؟ يحصل لها فيوجن؟ لا. ده ابنورمال ولا نورمال؟ ليها كام ليها كام ايمج عندك؟ حصل لها فيوجن؟ لو يبقى انت كويس هتبقى ايه؟ حاجه واحده. لو صوره منه في اي او في اي مخ فيها ابنورماليتي في الشكل او في اللون تكون النتيجه انك انت تشوفها. دول هما الكورسبوندنج ماركر. بص معايا، دي الرايت اي ودي الليفت اي. خلاص؟ دي اسمها ايه؟ الرايت اي ودي الليفت اي. ايه هما الكورسبوندنج ماركر؟ السي دي والسي دي. الاي دي والاي دي. البي دي والبي دي. فاهمين؟ خدتوا بالكم؟ بصوا معايا كده. شايفين؟ الدايرة دي عبارة عن ايه؟ ده العالم الخارجي. ده العالم الخارجي. وبالمناسبه الجزء ده اللي هو مين؟ اللي هو الجزء المركزي.
ده الجزء المركزي. عرفت بقى يعني ايه كلمه كورسبوندنج بوينت؟ يبقى ايه كلمه كورسبوندنج بوينت؟ اللي هم نقطه في الاي دي ونقطه في الاي دي. شايفين البوينت دي اهي، منظرها هنا اهي ومنظرها هنا، يبقى النقطتين دول المفروض يبقوا ايه؟ كورسبوندنج. ولو حصل فيوجن كويس يبقى النقطه دي في الفراغ نقطه، وعندك انت كبني ادم كاحساس النقطه دي والنقطه دي اهو. معايا يا عرفتوا يعني ايه كلمه كورسبوندنج بوينت؟ لقطوها كده اتفهمت احسن. هل في كورسبوندنج بوينت في البريفرال ولا الكورسبوندنج ده كلمه قاصره على 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 الجزء المشترك؟ الجزء المشترك. ده المنظر بره التبرع. تعالوا بقى عشان نحصل، يبقى اول شرط ان لازم يبقى الصوره بتاعتك كانت على مين؟ على كورسبوندنج بوينت. الشيء الثاني الليفت ايمج والرايت ايمج يبقى خصائصهم ايه؟ عشان يحصل سكسسفل فيوجن يبقى في سنجل ايمج ومفيش ديبلوجيز، يبقى حجمهم زي بعض، شكلهم زي بعض، الوانهم زي بعض كده. الكوره دي دي كوره ودي كوره، واللون ده زي اللون ده بس دي كوره صغيره ودي كوره كبيره، دي كوره ودي كوره نفس الحجم لون اختلف، دي كوره ودي مثلث. طبعا في الحاله دي يحصل ديبلوجيز، حتى الكلمه نفسها فيها اتنين دي، هي دي ديبلوجيز. هتاخدوا بالكم دايما في الدبلوبيا ان في صوره بتبقى زاهيه وصوره بتبقى اقل زاهيه. يبقى الريكويرمنت دي هتذاكروها من الهاند اوت. هتقروا لو فيها حاجه غريبه قولوا لي. فين؟ بالظبط. علي صوتك، قلت ايه؟ دايخ شويه، فمعنى كده ان حضرتك وضعيه العين في المحجر مش سليمه. زي ما تكون واحد فيكم وصل بيه الملل في المحاضره ان بدا يرخي وايه؟ عارفه انت افلام الكرتون لما يبقى كان عبيط كده وعصافير بتلف في دماغه، فتلاقي عينيه بدات تحول، فبالتالي التو ايز بتوعه ما بقوش موجودين في الفراغ، دخل جمجمته في نفس الوقت. لكن طول ما البني ادم مركز عمره ما هتشوف الحاجه. فخدي بالك كويس انك شفتي حاجه حاجتين، ده معناها انك انت بدات في فيلم كرتون. كمان القرايه ما شفتش الفيلم لما حد يتخبط وبعدين يدخل لجوه ويلاقي فيه عصافير بتلف حواليه. اسوء ان ده حقيقي فعلا، لما تاخد خبطه على دماغك فعلا انت بتشوف حاجات غريبه، بتحس ان فعلا في حاجات بتلف حواليك. ده حقيقي بس خبطه محترمه. عارفين ليه؟ فاكرين القاعده بتاعت السبيسيفيك ستيمولاي على الريسبتور؟ بالنسبه لعينينا الجود ستيمولاي هو الضوء، لكن لما بناخد خبطه ركاميه عينينا بتنور من جوه، لان دي اكسسيف فورس. صحيح الريسبتورز بتاعت عيني حساسه قوي للضوء، لكن ممكن تستثار ميكانيكيا بس الطاقه عاليه. لما سعادتك بتاخد خبطه كبيره على دماغك السنسوري اريا كلها بتجيلها اشارات موجوده ولا مش حقيقيه؟ فتبدا تشوف العصبيه. خلصتوا الرايق؟ لو في حاجه غامضه قولوا لي. اللي هي اريا 17 سيم ريفراكشن، واخيرا
سيم افيشنت كلر، عشان لو واحدة من دول باظت واحدة من دول خلاص. اوكي تعالى بقى نتكلم على الديس بيرسبشن. زي ما قلت لكم الديزابيلتي في الدورماين، ها ذا فيرتيكال ديستنس كان فرونت اوف ذا ار، بمعنى الاجسام اللي قصادي في العالم الخارجي مين فيهم قريب ومين فيهم بعيد. خدوا بالكم ما بين كلمه ديبس بيرسبشن والديبس اوف فوكس. لو طلب منك تعريف ديبس اوف فوكس ده تعريف، لكن الديبس بيرسبشن ده تعريف كامل. زي برضه كلمه اكوموديشن، في كلمات كده عندنا في الفيزيولوجي بتحس انها بتتنطط شويه ما بين التخصصات، فلازم قبل ما تجاوب تبقى عارف انت بتجاوب في انهي حته. خلاص الديبس بيرسبشن ده هاند اوت. الديزابيلتي تو ديترماين ذا فيرتيكال ديستنس، المسافه العموديه، مش العموديه كده يا ولاد، العموديه يقصد بيها بينك ما بين الجسم يعني. اوكي ان فرونت اوف ذا اي ويتش از نير اند ويتش از فار، ات از بيتر باي يوزنج تو ايز ات ذا سيم تايم. خلاص والديمونستريشن اللي انا وريته لكم انك انتوا لما قفلتوا عين من عينيكم ومديتوا ايديكم ناحيتي اتهيأ لكم اللي كنتوا ممكن تمسكوه. اوكي كم واحد جرب الحكايه دي بطلة؟ بليز بي كيرفول تو ديسكريمينيت بين ديبس بيرسبشن اند ديبس فوكس، لان انتوا احيانا بيحصل لكم لبس غير مبرر لمجرد انك قريت كلمه ديبس. الديبس بيرسبشن العقل البشري، العقل البشري ايه الشواهد اللي بتقدر تفهمه ان الشيء ده قريب او الشيء ده بعيد؟ انتوا في رايكم انت كانسان تتخيل عقلك بيعرف منين ان الشيء ده قريب او الشيء ده بعيد؟ اول حاجه الريلاتيف سايز اوف ذا سيم اوبجكت. كلكم عندكم مثالات تصدقوا ان دي عربيه قريبه ودي عربيه بعيده، لان دي عربيه صغيره ودي عربيه كبيره. الشيء الثاني الريلاتيف دي اسمها اللي اسمها ايه؟ الريلاتيف سايز اوف ذا سيم اوبجكت. في حاجه اسمها الريلاتيف سايز اوف ذا ديفرنت اوبجكت. لما تلاقي فرف عينيك كبير قوي وفيل نونو، يبقى بالتاكيد الفار ده في عينك والفيل على بعد 4 كيلو. فاهمين الفكره؟ يبقى هنا بتكلم على الريلاتيف سايز اوف ذا ديفرنت اوبجكت. انتوا كده واثقين ان الفار ده قريب والفيل ده بعيد، انك تعلم ان الفار صغير والفيل كبير، يبقى ازاي الفار صورته كبيره؟ يبقى اكيد الفار وراه قريب. في الكالر والديتيلز، بمعنى لو انا بنفس الفانيلا دي على بعد كيلو هل هتشوفوا التفاصيل بتاع البادج ده؟ هل هتشوفوا الصغار ده بنفس اللون ولا هيبقى باهت؟ بالمنظر كده بصوا، دي دايره كبيره محدده حمراء يعني قريبه، دي صغرت الوانها بهتت تبقى ابعد. بصوا كده على المنظر ده، يعني مثلا كلكم واثقين ان البيت ده اقرب من البيت ده. ليه؟ تفاصيله هنا اوضح والوانه زاكية، لكن ده لا. في بقى الغلطه اللي كنا بنعملها زمان واحنا عبايط في حصه الباسكت، ان احنا لما نرسم خطين قطر نرسمهم للابد، هما فعلا عمرهم ما هيلتقوا، لكن في الصوره لازم يتقاطعوا. يعني دول قطبين سكه حديد، احنا مضطر اقول لكم ان قطبان سكه الحديد متوازن، وفي العالم المحترم في مصر ما اعرفش اكيد قطبان السكه الحديد هتفضل متوازيه والقطبين مش هيدخلوا على بعض، لكن في الصوره هنا لازم تحس ان هم هيتقاطعوا. ليه؟ صحيح المسافه اللي ما بينهم ثابته، لكن المسافه اللي ما بينهم كل ما بتبعد بتقل، عشان كده تلاقي الخطين لبسوا. اوكي؟ يبقى البلل الريز لوك كونفيرج، بالرغم ان انا قلت ايه؟ بلل، لكن في النهايه كل ما الخطين بعدوا برغم ان هما متوازيين يبدو ان هما دخلوا في بعض. في بقى حاجه اسمها الاوكلوجن، ودي برضو كلمه سيئه السمعه، لان في اوكلوجن في البروبرتيز بتاعه الريفلكس انا شرحتها لكم. خلاص؟ هنا الاوكلوجن ايه؟ انت تقدر تحلف ان البنت دي قبل الواد ده والواد ده قبل الواد اللي وراه. ليه؟ لان البنت الداريه صوره الام. او انت تقدر تحلف
ان الشجره دي بالتاكيد قبل مين؟ الحصان، لان هنغطيها جزء منه. ده اسمه الكونكلوجن او الانتربوزيشن. ان النير اوبجكت ماسك يعني بتغطي، الاوفرلاي بتغطي بارتس من الفار اوبجكت. ده بشرط طبعا ان هم يبقوا ايه؟ ورا بعض. لكن لو تخيلنا ان في بني ادم هنا وبني ادم هنا، في الحاله دي مش هيبقى في اوفرلاي، مفيش كونكلوجن، لان انا مش قاطع عليه. فاهمين انا بتكلم فين؟ في بقى اخر حاجه ودي تحاولوا تفهموها، حاجه اسمها الموفمنت بارالكس. الموفمنت بارالكس يعني ايه؟ الموفمنت بارالكس، بص معايا دلوقتي. لو انت راكب قطر وباصص بره القطر، في بي ثابت جنب القطر، وفيه القمر بعيد وبرضه ثابت، لكن من خلال حركه القطر بيبان لك ان الجسم السابق القريب اللي جنبك بيتحرك عكسك. عشان كده بنقول دي apparent movement، لكن هو في الاصل ايه؟ ثابت. وده برضه ايه؟ ثابت، لكن ال apparent movement معايا. وده معنى كلمه movement parallax. يبقى ايه معنى كلمه movement parallax من خلال الشريط؟ اني on looking to two points outside the body، خلاص stationary point. A near point look moving in the opposite direction، بينما ال far point moving with. كلنا جربنا الاحساس ده، خلاص اهو. بصوا معايا، النقطتين دول ثابتين والعين ثابته. اول ما عينك تتحرك كده يهيئ اليك ان الجسم الاقرب بيتحرك عكسك والجسم الابعد بيتحرك معك. مش كلكم جربتوا حكايه القطر والقمر؟ دي الوصف بتاعها اسمها ايه؟ موفمنت بالانس. موفمنت بالانس اهي، لما العين اتحركت هنا، الجسمين دول المفروض ان هما ثابتين. دي ابارنت موفمنت ودي ابارنت موفمنت. يا اولاد عارفين يعني ايه ابارنت موفمنت؟ يعني حركه غير حقيقيه، بس دي حركه غير حقيقيه عكس الحركه بتاعت عينك، ودي apparent movement مع الحركه بتاعت عينك. الوصف ده اسمه ايه؟ movement balance. يبقى ادي التعريف بتاعه. مش معنى كده ان الشريحه دي بس هي السبيسيفيك، الكلام بتاعها كله هو سبيسيفيك. اوكي، طبعا لو جالك السؤال هتكتب التعريف، تكتب الكيوز خلاص، وتشرح بس او تحط تعريف للحاجات اللي هي فيها تريك زي الموفمنت بارالكس او كلمه اكلوجن. لكن الباقيين انا بس حطيت لكم صور عشان تفهموا المبدا لاول مره، لكن اعتقد حاليا انتوا حاسين انه منطقي. اوكي، تعالوا بقى، دي هي الترسيفورمز. انا بس حبيت احطها لكم عشان تعرفوا ان دول حاجتين مختلفين. انا مش هشرح الدبس فوكس تاني، لكن ميزوا ما بين الدبس فوكس والدبس بيرسبشن. مش اي دبس تتكلموا عنه. تعالوا بقى نتكلم على الستيريس طبيعي، خلاص. يعني ايه كلمه ستيريس بروجكشن؟ زي ما قلت لك، انك تبص لي تدرك ان انا كائن ثلاثي الابعاد. مش معنى كده ان انا حي ولا ميت، ممكن يبقى تمثال، بس المهم ان الشيء اللي قصادك ده ايه؟ ثلاثي الابعاد، وليست صوره كبيره ثنائيه الابعاد. معايا؟ الحكايه دي بتيجي منين؟ لاني انا ضحكت عليكم،
مش انا. انا في الباي نوكولار فيجن قلت لكم ايه؟ ان عشان يحصل فيوجن لازم الصورتين يبقوا متماثلين صح؟ عشان نقدر نعمل فيوجن. سامحوني مستحيل فيزيائيا ان الصورة بتاعت عينك اليمين للست دي تبقى زي الصورة بتاعت عينك الشمال، بالرغم انها موجودة في السنترال بارت او في الجزء اللي فيه اوفرلاب، وبرغم ان هي موجودة نزلت على كورسبوندنج لسبب بسيط، وضعية عينك هنا بالنسبة لها غير وضعية العين. الوسيلة الوحيدة انك انت تحصل على صورتين لنفس الجسم زي بعض بالظبط ان هم يبقوا من كاميرا واحدة. دي الوسيلة الوحيدة فيزيائيا عشان احصل على صورتين 100% identical عشان اعرف اعمل لهم فيوجن بيرفكت. لكن ال 3D بتعتمد ان في فرق ضئيل ما بين الصورتين. في فرق ايه؟ ضئيل. عشان كده هي بتقدر تقول ان غالبا الشيء ده ثلاثي بقى. انتوا مش فاهمين انا عايز ايه. هوريلكم شيء عشان تفهموه. بصوا معايا. يعني الستيريوسكوبيك فيجن عشان تحصل لازم يتكون عندي فورميشن اوف ها سلايتلي ها ديسيميلر. شفت انا هتكلم كلمه سلايتلي ازاي؟ كبيره قوي. بمعنى لو هما بجد صورتين بعاد قوي عن بعض مش الفكره ان انا هعرف ان الكائن ثلاثي الابعاد ده هنا هيحصل لي ديبلوبي. لكن انا هنا بتكلم ان اتكون صورتين بس الصورتين فيهم فرق ضئيل. في الحاله دي اقدر اقول ان الشيء ده ثلاثي الابعاد. يبقى فورميشن اوف سلايتلي ديسيميلر ايمج باي بوث اي اوف ذا سيم. بمعنى انتوا واثقين ان الصوره دي والصوره دي هي دي صوره قلعه ولا دي قلعه حقيقيه؟ الشيء اللي في الصوره مش الصوره. انا عارف ان الصوره لسه كان يا ساتر. ما انا عارف ان دي صوره. انا بتكلم الشيء اللي في الصوره دي صوره لقلعه ولا قلعه حقيقيه؟ ليه؟ لان ده المنظر اللي عينيك بتشوفه. في فروق ما بين الصورتين. ايه هم؟ دي اكتر بص شويه بص شويه اعتبروها اختبار من الاختبارات اللي كانت موجوده في المجلات. اربع سبعة. هل هم بجد مختلفين قوي ولا في بينهم فروق ضئيله؟ سبب الفروق الضئيله دي ايه؟ ان الكاميرا دي ليها زاويه والكاميرا دي ليها زاويه، لان غصب عني وعنك عينيك في دماغك هل موجودين في نفس النقطه ولا في نقطتين؟ عشان كده الصوره دي والصوره دي في بينهم فرق. طيب الفروق اهي قوي. طبعا في حفزه ضاعت عشان الجروبنج بتاعها. لكن تعالوا نبص على شاهد القبر. شايفين المسافه اللي ما بين شاهد القبر ده وشاهد القبر ده؟ شايفين المسافه دي هنا؟ اخبار ايه؟ طيب شايفين المسافه اللي ما بين شاهد القبر ده وشاهد القبر ده؟ ايه الاخبار؟ شايفين المسافه اللي ما بين ده وده؟ يبقى الفروق اللي ما بين الصورتين دول الصوره دي كانها متاخده بعين والصوره دي كانها متاخده بعين. هل في بينهم فرق كبير لدرجه انه ما يحصلهمش فيوجن؟ لا يحصل لهم فيوجن. لكن هل هم متطابقين لدرجه ان ما فيش فرق ولا سلايتلي ديسيميلر؟ سلايتلي ديسيميلر. في الحاله دي لما عينك تشوف الصوره دي والعين الثانيه تشوف الصوره دي هو شيء واحد لكن مش صوره شيء ولكن شيء ثلاثي الابعاد. اطلقت يا ولاد عرفنا لازم اكتب ايه وانا بعرف الستيريوسكوبك فيجن؟ فورميشن اوف سلايتلي ديسيميلر. لو كتبت ديسيميلر وبس انا هعتبرها غلط لان هما لو توتال ديسيميلر مش هتبقى الحدوته 3 دي فيجن. الحدوته ان هيحصل لك ديبلوبي. طبعا دي رسمه وحشه قوي. هو هنا بيتكلم عايز يفهمها لك كفيزياء. ادي مكعب ادي كاميرا يمين ادي كاميرا شمال فادي صورته هنا وادي صورته هنا بس دول ما خفيش عليكم مش سلايتلي دي دنيتين تاني. اوكي
كده احنا خلصنا الجزء ده. فاضل اخر جزء اللي هو الـ Types of Hierarchy. اتفضل يا احمد.